السيد الرئيس، يسعدني بداية أن أقدم لكم خالص التهنئة على توليكم رئاسة الجمعية العامة في دورتها 74، وأن أعرب عن تقديري لجهود السيدة ماريا سبيتوزا رئيسة الدورة السابقة. السيدات والسادة، يأتي جمعنا هذا العام في وقت ازدادت فيه جسامة التحديات التي يشهدها العالم، ما يحتم علينا جميعا نفتح نقاشا معمقا حول تطوير عملنا تحت مظلة الأمم المتحدة، إعلاء للقيم السامية التي تم إنشاء المنظمة على أساسها، من خلال تأكيد التزامنا بنظام دولي عادل وفاعل قوامه الحوار والتعاون وإعلاء ثقافة السلام والاحترام المتبادل. ومصر قعود مؤسس للأمم المتحدة ولعدد من المنظمات الإقليمية كالاتحاد الإفريقي، الذي نحظى هذا العام بشرف رئاسته وجامعة الدول العربية، لطالما كانت لديها رؤيتها وإسهامها في مواجهة أهم التحديات التي يشهدها عالمنا. فاسمحوا لي من هذا المنبر المهم أن أستعرض تلك الرؤى والمساهمات. السيد الرئيس، إن احترام مبدأ الملكية الوطنية للحلول هو أمر حتمي لضمان فاعلية منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف، وإن لمصر تجربة وطنية رائدة في هذا الشأن، حيث أطلقت خطة طموحة للنهوض بمجتمعها على نحو شامل، بما في ذلك التصدي الحاسم للإرهاب، أو عبر برنامج إصلاح اقتصادي هو الأكثر طموحا في تاريخها الحديث، وذلك وفقا لخطة وأولويات تبلورت وطنيا وحظت بدعم الشعب المصري الذي كان له الفضل الأول في تحمل أعبائها وتنفيذ مراحلها الأولى بنجاح فاق المتوقع. وأما على النطاق الإقليمي، فقد عملنا بحكم رئاستنا للاتحاد الإفريقي وبالمشاركة مع أشقائنا على ترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، حتى يتسنى اعتماد مقاربة شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية من خلال رؤية قارية تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير. والثقة في قدرتنا تسير قدما نحو الاندماج وإعلاء مصالح شعوبنا، وتعزيزا لهذا التوجه فقد تم تدشين آلية جديدة في القاهرة لهذا الغرض، هي مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي سيركز على إعادة بناء الدول في مرحلة ما بعد النزاعات. ولا شك أنكم جميعا تابعتم النتائج الناجحة لتطبيق مبدأ الملكية الوطنية من خلال دور إفريقي فاعل أثمر عن اتفاق السلام في إفريقيا الوسطى، وتصور مشترك بين الأطراف المختلفة في السودان لإدارة المرحلة الانتقالية. ومن هنا أؤكد على أهمية رفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، تقديرا للتحول الإيجابي الذي يشهده هذا البلد الشقيق، وبما يمكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال التفاعل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، تلبية لآمال شعبه وأن يأخذ المكانة التي يستحقها ضمن الأسرة الدولية. وارتباطا بمبدأ الملكية الوطنية، فإن دول القارة على يقين تام بأهمية تطوير شراكات حقيقية وفعالة للتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها، وللحصول على المعرفة والتكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية الإفريقية وتوفير التمويل والدعم السياسي، وهي أمور
تعد أساسية لتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063. ومن ثم أطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تطلع بدورها في تمويل التنمية بإفريقيا بأفضل وأيسر الشروط، مؤكدا أن القارة الإفريقية هي قارة الفرص التي يمكن أن تكون قاطرة جديدة للاقتصاد العالمي، خاصة مع إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية وتعزيز ترتيبات التكامل الإقليمي ووضع استراتيجية طموحة للبنية التحتية. وأشير في هذا الإطار إلى مبادرة مصر بالدعوة لعقد النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في ديسمبر من العام الجاري بمدينة أسوان، ليكون نموذجا لإطلاق الحوار بين الفاعلين الدوليين والإقليميين من القادة السياسيين والمؤسسات التمويلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع المبادرات والآليات الدولية والإقليمية في إفريقيا موضع التنفيذ. السيد الرئيس، إن تصفية الأزمات المزمنة الموروثة شرط ضروري لأي عمل جاد لبناء منظومة دولية أكثر فاعلية، والمثال الأبرز في هذا الشأن هو أقدم أزمات منطقة الشرق الأوسط وهي القضية الفلسطينية. إن بقاء هذه القضية دون حل عادل مستند إلى قرارات الشرعية الدولية يفضي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لا يعني فقط استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، وإنما يعني أيضا استمرار مرحلة الاستنزاف لمقدرات وموارد شعوب منطقة الشرق الأوسط. وأستطيع بضمير مطمئن أن أؤكد ما سبق وذكرته على هذا المنبر في السنوات الماضية من أن العرب منفتحون على السلام العادل والشامل، وأن المبادرة العربية للسلام لا تزال قائمة، وأن الفرصة ما زالت سانحة لبدء مرحلة جديدة في الشرق الأوسط، إلا أننا بحاجة لقرارات جريئة تعيد الحق للفلسطينيين وتفتح الطريق أمام نقلة كبرى في واقع هذه المنطقة. بل وبدون مبالغة، في تريخ النظام الدولي كله يترتب عليها إقامة منظومة أمنية واقتصادية في منطقة الشرق الأوسط قوامها السلام والأمن والتعاون والمصلحة المشتركة. السيد الرئيس، إن اعتماد الحلول الشاملة لجذور المشكلات الدولية هو أمر حتمي لنجاح منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف. ينطبق ذلك على الأزمة الممتدة التي يعيشها الشعب الليبي الشقيق الذي يعاني يوميا من ويلات النزاع المسلح الذي يستوجب إيقافه، فقد آن الأوان لوقفة حاسمة تعالج جذور المشكلة الليبية بشكل كامل من خلال الالتزام بالتطبيق الكامل لجميع عناصر خطة الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن في أكتوبر 2017، ومعالجة الخلل الفادح في توزيع الثروة والسلطة وغياب الرقابة الشعبية من خلال الممثلين المنتخبين للشعب الليبي على القرار السياسي والاقتصادي في ليبيا، مع ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية كافة والنأي بهذا الجار الشقيق عن فوضى الميليشيات والاستقواء بأطراف خارجية دخيلة. وعلى غرار حتمية الحل الشامل للأزمة الليبية، فإن الحل السياسي في سوريا بات ضرورة ملحة لا تحتمل المزيد من ضياع الوقت والاستمرار في الحلقة المفرغة التي تعيشها سوريا منذ 8 أعوام. إن مصر استرحب بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، فإننا نطالب ببدء عملها بشكل فوري ودون إبطاء كخطوة ضرورية نحو التوصل إلى التسوية السياسية الشاملة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وتماسك مؤسساتها ووقف نزيف الدم والقضاء التام على الإرهاب. وبالمنطق نفسه أقول لقد آن الأوان لوقفة حاسمة تنهي الأزمة الممتدة في اليمن من خلال تنفيذ الحل السياسي بمرجعياته المعروفة وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية تسعى لتقويض الأمن القومي العربي ومواجهة التهديدات غير المسبوقة التي تعرضت لها منطقة الخليج العربي، سواء في صورة تهديدات الملاحة
أو عبر الاعتداءات التي تعرضت لها منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. سيد الرئيس، ينطبق مبدأ ضرورة المعالجة الشاملة كذلك على أخطر تحديات العصر وهو الإرهاب، فقد طالبت مصر دائما باتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب يقوم على ضرورة التصدي لجميع التنظيمات الإرهابية دون استثناء. وأؤكد هنا ضرورة التزام الجميع بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة محاسبة داعم الإرهاب بالمال أو السلاح أو بتوفير الملذات الآمنة أو المنابر الإعلامية أو التورط في تسهيل انتقال وسفر الإرهابيين. ومن هذا المنبر فإنني أكرر استعداد مصر بما لديها من خبرات في مكافحة الإرهاب لتكثيف تعاونها مع الدول الصديقة والأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالتصدي لأيديولوجيات الإرهاب. وأشدد في هذا الخصوص على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2354 المعني بتنفيذ الإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي، وهو القرار الصادر بناء على مبادرة مصرية ولإعلاء قيم التسامح وتجديد الخطاب الديني. وفي سياق تطرقنا لمجلس الأمن، فإنه يتعين علينا العمل بجدية وإصرار لمعالجة القصور القائم في تشكيل وعملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن، خاصة من خلال ضمان تحقيق التمثيل العادل والمتوازن في المجلس. وارتباطا بذلك وفيما يتعلق بقارتنا الإفريقية، فإنه يتعين العمل على إزالة الظلم التاريخي الواقع عليها، وأؤكد تمسكنا بالموقف الإفريقي الموحد القائم على توافق أزوليني وإعلان سرت، مطالبا إياكم بتبني هذا الموقف العادل في إطار المفاوضات الحكومية ذات الصلة. السيد الرئيس، إن مصر سعت على مدار عقود إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من دول حوض النيل التي ترتبط معهم بعلاقات أزلية، وتأكيدا لحرصها على رفعة شعوب حوض النيل الشقيقة، عربت مصر عن تفاهمها لشروع أثيوبيا في بناء سد النهضة رغم عدم إجرائها لدراسات وافية حول أثار هذا المشروع الضخم، بما يراعي عدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب ومنها مصر، بل وبادرت مصر بطرح إبرام اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الموقع في الخرطوم في مارس 2015، والذي أطلق مفاوضات امتدت لأربع سنوات للتوصل لاتفاق يحكم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة. إلا أنه ومع الأسف لم تفضي هذه المفاوضات إلى نتائجها المرجوة. وعلى الرغم من ذلك، فإن مصر ما زالت تأمل في التوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة لشعوب نهر النيل الأزرق في أثيوبيا والسودان ومصر. إن استمرار التعثر في المفاوضات حول سد النهضة سيكون له انعكاسته السلبية على الاستقرار وكذا على التنمية في المنطقة عامة وفي مصر خاصة. فمع إقرارنا بحق إثيوبيا في التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود، وما يضع مسؤولية كبرى على المجتمع الدولي للاطلاع بدور بناء في حث جميع الأطراف على التحلي بالمرونة سعيا للتوصل لاتفاق مرد للجميع. السيد الرئيس، ختاما، فإن رسالة مصر اليوم تأتي في شكل دعوة للسعي لتحقيق السلام، دعوة للعمل لصالح الإنسانية، دعوة للتعاون والتفاهم المشترك، دعوة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودعوة لإدراك أن ذلك هو السبيل الأمثل لما فيه صالح المجتمع الدولي. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لكل شعبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم من جديد، أجدد ترحيبي بالأستاذ أيمن عدلي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. أيمن بي، أهلا بسيادتك. أهلا بحضرتك أستاذ، أهلا بيك. وأجدد ترحيبي بالزميل العزيز معالي المستشار نشأت فايز. نشأت بي، أهلا بسيادتك مرة. أهلا بحضرتك أستاذ عادل. الحقيقة أنه خطاب السيد الرئيس تعاد مرة تانية، فمش عارف كان سيادتك عايز تعلق على حاجة. طبعا يعني حضرتك عارف دايما الواحد يعني ما بينظر للأشياء مرة تانية. أنا أقدر أقول فعلا هي كلمة كما قال أحد المواطنين المصريين، هي تعبر عن المتحدث باسم إرادة المصريين. كلمة قوية جدا. إحنا بنتكلم على دولة مش بتفكر بس في القضايا. موقف سد النهضة كان في أول الخطاب ولا في آخر الخطاب؟ ودي نقطة مهمة جدا. يعني دايما الأولويات، أي رئيس بيبني أولوياته على التسلسل، الخطاب على الأولويات. الحقيقة أما سيد الرئيس يتحدث أولا عن القضية الفلسطينية، يتحدث عن ليبيا، عن اليمن، عن فلسطين، ويرجئ قضية أمن قومي، حياة المصريين في الآخر، هي دي الدولة المصرية، أنها تفكر دائما الإيثار، دائما تفكر في مشاكل الوطن العربي، دائما تفكر في الإخوة العرب. لأن الحقيقة خلينا نتكلم كده بصراحة أستاذ عادل الأستاذ نشأت، من يتحدث الآن في المشكلة العراقية اليمنية الليبية؟ مش هلاقي حد. كل دولة منكبة على نفسها وعندها من التحديات، لكن الدولة المصرية النهاردة ما تلاقي سد النهضة اللي هو بيمثل لنا طبعا أمن قوي، ويمثل لنا مسألة حياة، ويدعى الرئيس السيسي، ما تم في كلمات معدودة من 2013 مفاوضات وتغيير ثلاث رؤساء في إثيوبيا، ميليس زيناوي ثم دي سالين ثم إبي أحمد، ويتحدث أننا نحاول أن نجري مفاوضات حتى لا تنضر الدولة المصرية. أعتقد ده برضو هو بيعطي أن الدولة المصرية تحترم القوانين وتحترم الوضع القانوني للدول. نستطيع أن يكون هناك خطاب خشن في يعني خشنا أو قويا بكلمات يعني فيها عنف، ولكن الرئيس نأمل أن كذا، نأمل أن كذا. أعتقد أما سمعنا الخطاب تاني مرة وضع الأولويات العربية، فأعتقد ده هي قيمة مصر وهامة مصر. كيف يمكن أن يتعلم العالم أن قبل القضية الوطنية المحلية أن مصر تتحدث باسم الدول الأشقاء؟ لأن الحقيقة خلينا نتكلم، الشعوب تعاني وتئن وتدفع ثمن أخطاء حكامها وخيانة البعض في هذه الدول. يجب أن نتعلم مما حدث في هذه الدول، كيف أصبح، كيف كانت كل من العراق وليبيا واليمن وسوريا، وكيف ساهمت بعض الأيادي المرتعشة، وكيف ساهمت بعض الـ 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 الشخصيات الغير وطنية في تدمير هذه الشعوب. البعض اللي بينادي أن يكون هناك فوضى في الشوارع، أتريد بلدك يا من تتحدث عن الانتماء أن تكون ليبيا؟ فأنا أعتقد يعني خلاصة الكلام في موضوع الخطاب أنه معبر عن إرادة المصريين، أن مصر دولة لن تهتز بأي مقولات لأنك صاحب تاريخ وحضارة. النقطة المهمة جدا أن الرئيس يعني الحقيقة في خطابه أوجز، أنجز فأوجز. احنا شفنا خطاب الرئيس الأمريكي تقريبا عدى 40 دقيقة وفي تحذيرات وأكبر قوة و لكن كلمات منتقاة، كلمات مهمة جدا معبرة. أعتقد أن هي روشيتا لعلاج الأزمات رقم 2، وده الأهم، أننا لن نسمح مهما كانت الظروف أن نتنازل عن نقطة مياه واحدة، لأن إذا كان من حق إثيوبيا التنمية فمن حق مصر أن تعيش. أستاذ أيمن، يعني برضو نرجع لحصاد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع بداية زيارته وحضوره لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 74، بداية من لقاءاته المتميزة مع رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، ونهاية بوصولا لهذا الخطاب المتميز. طبعا يعني أقدر أقول لحضرتك أن الكل كان يتسابق حتى يلتقي السيد الرئيس. لما أولا في نجاحات على أرض الواقع، يعني سيبك أنت من جماعات الفئات المضللة والسوشيال ميديا والكاذبون والمضللون، أنت عمل عندك تحقق. تاني عايزين نبص على المشهد النبي على الشاشة ده، أنا فرحان جدا بالمشهد ده. ما هم دول المصريين، هم دول عايشين برا، وبالتالي الكل يتسابق. وتقول لحضرتك الرئيس الأمريكي هو بيحدد 3-4 لقاءات في كل دورة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن جدول الرئيس الأمريكي منشغل دائما. عندما نرى أن منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم في مصر، وقبل أن يتولى دونالد ترامب رئاسة دولة أمريكا، هو مرشح، لو أنت لاحظت كان بيقابل دونالد ترامب، كان حريص أن يلتقي. وخلي بالك هم من يريدون مقابلة السيد الرئيس. دي تدل على أولا كما قال بالأمس، هو زعيم قوي وزعيم
كان سببا في احداث نقله للدوله المصريه. ما ننساش مشهد مصر ما بين 2011 2013 و2013 والان. من ينكر ان هناك انجازات ونجاحات على ارض الواقع ده راجل ما عندوش نظر. خلي بال حضرتك انت بتتكلم على بنيه تحتيه تساهم في جذب الاستثمارات، بتتكلم على مشروعات قوميه ومدارس ومستشفيات زي ما الاستاذ عادل سالني من شويه. ما تيجي نتكلم بالتفصيل، انت بتتكلم على مشروع للمدارس، انت بتعمل دلوقتي تغيير في المناهج، نختلف او نتفق انت بتعمل، بدات تخش عش الدبابير وتغير المناهج. بتتكلم على مشروعات في البنيه التحتيه، كره ومشروعات هتوفر عماله وهتوفر ايدي عامله. بتتكلم على شركات للكهرباء لانتاج عدد من المزارع وانتاج عدد من السلع. انت بتتكلم في كل الاصعده نجاحات تحققت، وبالتالي الدول تنظر الى مصر انها موقع متميز وموقع فيه استثمارات، وبالتالي كل الشركات يعني دونالد ترامب بعده هتلاقي الشركات الامريكيه كما جلس مع السيد الرئيس، الرئيس الفرنسي نفس الكلام، الرئيس النرويجي نفس الكلام، كل هؤلاء يتسابقون للفوز بالمزايا التنافسيه اللي موجوده في مصر. بتتكلم على ميزات تنافسيه في الارض، في الجو، في قناه السويس، في المشروعات القوميه، هي كل الشركات بتاعت الكهرباء وبتاعت الطاقه الذريه، كل دي الدول تريد ان تستثمر. خلي بال حضرتك انت بتتكلم على سوق واعد جدا، صحيح. بتتكلم على 100 مليون مصري، بتتكلم على سياحه، استثمار، اثار، بترول، حضرتك بتتكلم. فانا اعتقد مثل هذه الزيارات تؤكد ان زعيما وشعبا وخلفه شعب الحقيقه تحدث باسم اراده المصريين. فكره الناس تتسابق لالتقاء السيد الرئيس حبا في مصر، وجنب حبا دي كمان هي مصالح، لان الرئيس بالفعل استطاع ان يحمي الدوله المصريه من الجماعات الارهابيه، استطاع ان يلتف حواليه الشعب ليس بالكلام والشعارات وانما بمشروعات على ارض الواقع. زي ما قلت لحضرتك احنا نشوف عدد العمليات الارهابيه في فتره كانت الجماعات الارهابيه والمليارات اللي اتدفعت دي كلها لاحداث فوضى وضرب السياحه وضرب الشباب والهدف اسقاط المؤسسات في الدوله المصريه، ولكن استطاع الرئيس والحكومه المصريه ومن خلفه الشعب المصري والجيش المصري ان يحمي الدوله المصريه. والحمد لله احنا بنشوف النسب في تراجع بتاع العمليات الارهابيه، بنشوف احنا الكهرباء ايه اللي حصل لها والميه والانجازات والمشروعات، وكلنا بنسافر اما بروح بورسعيد ولا بروح اسكندريه. الحقيقه الدوله دلوقتي ترتقي ان تكون في مصاف الدول المتقدمه. بنشوف اللي حضراتكم بتشوفوا من يفسد دلوقتي ايه اللي بيحصل له، لا تستر على فاسد ولا تستر على واحد ابن فلان. الفتره المقبله محتاجه بس من الناس تدعم الجيش المصري وتعمل، الناس تعمل ونختار الاكفاء. وانا يعني زي ما قلت لحضرتك مشهد جميل، الرئيس النهارده واقف شامخ اراده الشعب المصري. انا يعني كنت منتظر بالفعل الكلمه حتى ارى عظمه مصر، كلمه شافيه وكفيله ان تحل مشكله الوطن العربي. وانا اعتقد برضو مشكله سد النهضه الرئيس بيقول للمصريين اطمئنوا اننا نسلك الطرق الشرعيه، لان الدوله المصريه بتحترم القانون وبتحترم مواثيق الشرف وبتحترم الوضع الاممي. انت بتتكلم في الامم المتحده، وهدف الامم المتحده من ساعه ما انشئت 1945 الحفاظ على السلام والامن العالمي. هو ايه ليه الامم المتحده مع ان امريكا ساعات ما يعني الامم المتحده بتركنها شويه، ولكن انت كدوله بتقول للراي العام العالمي من خلال منصه الامم المتحده ان انا بقول لسد بقول للجماعه الاخوه في اثيوبيا ان انا معاكم في تفاوض وعملنا اتفاقيه الاتفاقيه الاطاريه اللي تمت في الخرطوم، ولكن هم لم يستمعوا الي. انا بقول اهو وقد اعذر من انذر، احنا بنقول اهو الوضع امامكم، ولكن كان فيها اشاره ضمنيه بين السطور لن تسكت الدوله المصريه في سبيل نقطه مياه واحد. صحيح. طيب هو لو عايزين نشوف المشهد على المستوى العالمي وانعكاسه على المستوى المحلي، انا اقدر اقول لحضرتك اما تلاقي كل الجرايد وكل المواقع الالكترونيه تحدث عن مكانه مصر، وعلى كل اجتماع بيصدر بيان من الجانبين المصري والجانب الاخر الذي يلتقي السيد الرئيس ويتحدث عفوا عن استثمارات، ودايما بيتقال اطار تفعيل الشراكه بين البلدين. ده مشهد يدل ان الدوله المصريه دوله قويه ودوله مطلوبه. انت حضرتك لما تشوف بطريقه كده حسابيه من هم الرؤساء والزعماء الذين التقاهم السيد الرئيس منذ 5 ايام او 4 ايام، هي الدول الكبرى والعظمى في العالم. الدول دي ما بتهركش، الدول دي تجد أين مصالح دولها، كيف تجد مصالح دولها. طيب. إذا لم تكن مصر دولة قوية وبها مصالح ودولة فاعلة ودولة لها دور محوري وسياسي واجتماعي ودبلوماسي قوي، ما كان دونالد ترامب أن يلتقي رئيس مصر
وما كان أن يلتقي رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون بالرئيس وآخرين. وبعد هذه الاجتماعات هناك اجتماعات مع كبرى الشركات حتى تستثمر في مصر. أنا أعتقد المشهد العالمي بيزيد مصر مكانة ويزيد مصر فخر، ولكن انعكاس هذا المشهد على الداخل زي ما قلت لحضرتك يبد أن نتصدى جميعا لكل محاولات إسقاط الدولة. الهدف من الإشاعات ومن الكذب والإهانات والتضليل هو فقدان الشعب المصري الثقة في القيادة السياسية، وده لن يتم. ولكن احنا محتاجين يا أستاذ عادل، لو حضرتك بتتكلم انعكاسه، احنا عايزين الصحافة القومية بتاعتنا والمستقلة بكرة تتحدث عن ردود الأفعال العالمية الآن بعد الخطاب، وهو تم انتهاءه قبل الساعة السادسة. ايه ردود الأفعال؟ قالت ايه؟ لأن الصحافة الأجنبية أنا واثق ستكتب أن هذا الرجل يكتب تاريخا جديدا للدولة المصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتولى الدولة المصرية في مرحلة هي الأخطر، لأن احنا في 73 و67 كنا نعلم أن إسرائيل ومن خلفهم الأمريكان هم من يحاربون الدولة المصرية. ولكن أنت في هذه العمارة وفي المكان اللي أنت ساكن فيه لا تعلم من يدور الأمن القومي المصري ومن يخطط لاغتيال واستهداف ونشر الإشاعات. نحن في مرحلة حرب، لذا أطالب الدولة المصرية أن يكون لدينا إعلام قوي بمقدار الحرب التي تحارب بها مصر. إشاعات، إهانات، بتتكلم على فيديوهات شتوي بتنزل في قناة الجزيرة، بتتكلم على هدم رموز، كلها مفبركة، بتتكلم على مخططات، ناس بتقبض دولارات في القنوات عشان يهينوا الضباط المصريين ويقولوا صراحة لوسائل الإعلام احنا عايزينكم تقتلوا الضباط. لابد أن يكون لدينا إعلام حرب، ويكون لدينا ثروة عكاشة مرة أخرى، ويكون لدينا عبد القادر حاتم مرة أخرى، لأن لابد أن يقود الإعلام المصري الفترة المقبلة شخصية تضع في حسابها أن من يدافع عن الدولة المصرية والإعلام والدراما والسينما والأغاني وقصور الثقافة والمسارح والفن والأوبرا المصرية، لابد أن يكون لدينا استراتيجية كاملة للحفاظ على مصر. القوة الناعمة لدينا القوة الصلبة متمثلة في الجيش المصري وفي الشرطة المصرية. يجب لدينا أن يكون لدينا زي ما قلت لحضرتك مشروع ثقافي حتى تدحض الأفكار الظلمية والإشاعات. الناس تبقى بتصلي الجمعة وتلاقي ناس بتوسوس، المية ملوثة، الخضروات ملوثة، المستشفيات هتباع، اللي مفيش مرتبات. هؤلاء لابد أن نقف لهم بالظبط كده بمثل اللي بقوله لحضرتك، كل واحد في البيت يلاقي ابن عاق لازم يعلمه، يا إما يمنعه يخرج يا إما يحبسه، لأن الدولة دي لن نسمح كلنا. وعلى فكرة الوطنية ما بتتأس، الوطنية مواقف. وكما يقولون أشكر في بلدي ويشتموني أفضل ما نشتم في بلدي ويكرموني. البلد دي بلد غالية، والبلد دي اللي اتعلمنا فيها. الخونة دول، هؤلاء الخونة اتعلموا واتجوزوا وخلفوا وتفسحوا وربوا ولادهم واتجوزوا على أرض مصر. وتعالى شوف كل واحد مننا له ذكريات في بلده، في غيطه، في مدرسته، في النادي، فين الولاء والانتماء؟ بقى مصر تتباع بحفن الدولارات اللي محمد الشويقات خد الحزام الناسف عشان يفدي، ولا أحمد منسي اللي كان كاتب لمراته أتشرف إن أنا موت شهيد زي القائد بتاعي، ولا الضباط المصريين في الجيش والشرطة اللي بيتخانقوا عشان يخش القوات المسلحة والشرطة؟ إزاي ننقل ده للصحافة؟ إزاي ننقل ده للراديو؟ إزاي ننقل ده للمسلسلات؟ يا راجل ده الشؤون المعنوية ساعات بتعمل لنا لقاء مع أسر شهيد إحنا لم نتملك نفسنا من العياط طبعا، لأن الناس دي مش عايزة لا فلوس ولا مناصب ولا حاجة. الناس دي عايزة بلد. يا أستاذ نشأت، يا أستاذ عادل، يجب أن نحافظ على مصر لأن البلد غالية والطيبين في مصر كتار. وتعالى شوف المشهد اللي لن يتكرر في العالم في رمضان. أنا واحد من الناس ببقى غالبا عايش لوحدي، أنا ببقى ماشي على الطريق الناس بتوقفني وبتتخانق معايا اللي بيديني تأمر، وأنا معرفش مسلم ولا مسيحي. إحنا في العمليات الإرهابية ما بنبعدش الدم المسيحي عن الدم المسلمين. إحنا ما بنشوف في العزة بتلاقي مسيحيين قاعدين بياخدوا العزة، وفي عزة المسيحيين المسلمين قاعدين بيقروا قرآن. مشاهد بتعلم العالم. لازم نكرس ونغرس ثقافة الانتماء، لازم نضع النماذج الناجحة دي في كل إعلام، لأن الحقيقة الأزمة بتاعتنا أزمة إعلاء وثقافة وقادة فكر ورأي وقدوة. غير كده إحنا عندنا مشكلة. أستاذ أيمن، يعني احنا اتكلمنا عن نظرة العالم لمصر وأيضا دور المؤسسات والنخبة، إيه هو دور المواطن المصري؟ المواطن بخير، ولكن عارف أنت حضرتك إحنا لما تلاقي واحد كده بيتبرع بخمسة جنيه وتقول له أنا عايزك تتبرع، عارف أنت فكرة إزاي يبقى عندنا فكر
ان انت تنقل الحماس ده للمصريين. انت وهو واقف لازم المواطن حد يقول له البلد دي في ناس في 67 ماتوا عشان نعيش. لازم يجي له فيلم او اغنيه تقول له ان في 73 احنا حاربنا والناس بقت تتفرتك عشان ناخد ارضنا. لازم يبقى عارف ان انور السادات دفع ثمن السلام مع اسرائيل. لازم يبقى عارف في 2013 جنودنا ماتوا وناس ماتت في اسم كرداسة وتعذبوا عشان نبقى قاعدين. لكن انت ما تحسسه ان الدنيا سهلة والحياة سهلة والعيش موجود واللحمة موجودة، مش هيفكر. لازم يا استاذ عادل المواطن من خلال وسائل الاعلام والدراما، زي ما قلت لحضرتك انت في مرحلة من المراحل، ما كانش كان احمد سعيد ده بيوقف الامة العربية. يعني ما قبل 67، سيبك من يوم 67، قبل 67 كان يتحدث الأستاذ أحمد سعيد في الإذاعة المصرية: أيها الإخوة المواطنون. كان بيذهب الإخوة العرب لمن يبيع الرداوي: إحنا عايزين سيدو أحمد سعيد. كنا بنسمع جلال معوض عندما كان يقدم الرئيس جمال عبد الناصر، كان يحرك القلوب والعقول. وعندما نستمع الآن في إذاعة الأغاني 11 مساء إلى صوت أم كلثوم، كيف يجدو صالح مهران والأساتذة في المقدمات النارية التي تجعل الإنسان يشعر بقيمة مصر. انت محتاج تعلم الناس، تعلم الناس الحماس، وتعلم الناس الانتماء، وتعلم الناس حب الوطن، وتعلم الناس ان جاري ده هو اخويا بعيدا عنه هو مسلم ولا مسيحي. لازم لما تلاقي واحد بيعمل سلوكه وحش لازم تقول له انا اعتقد دي مسؤولية بقى الفترة الجاية. استاذ عادل احنا عندنا القوة الصلبة مطمنين، احنا محتاجين الشخصيات المحترمة هي اللي تقود مصر. ومحتاجين نقطة مهمة جدا 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 مهمة جدا، ما نبقاش سلبيين. اما نلاقي اتنين بيتخانقوا مع بعض ما نسيبهمش يا استاذ، اما نلاقي اتنين بيضربوا بعض ما نسيبهمش، ما نقعدش نصورهم، اما نشوف في حريقه في مصر ما نصورهاش، اما نشوف في جريمه في مصر ما نصورهاش. لان الحقيقه الشاشه المصريه، العالم ينظر الى مصر من خلال وسائل الاعلام. وبالتالي يا استاذ نشأت، انا ما يبقى عندي حادثه ارهابيه واقعد اصور وابعت للعالم، دي بتاثر على السياحه. وكم من اخطاء مهنيه في الاعلام اثرت على علاقتنا بالسودان، اثرت على علاقتنا بسلطنه عمان، اثرت على علاقتنا بدوله المغرب، ومش عارفين نرجعها لغايه دلوقتي بسبب ان مذيعه مصريه او مذيع مصري بيطلع يفتي. صحيح. ما عندوش من المهارات والامكانيات والقدرات ان هو يبقى معروف ان هو مذيع وهو من يعبر فقط عن رايه وسؤاله للضيف. دي ازمات اعتقد مع الرئيس، مع القوات المسلحه. انت محتاج ما حدث في الايام الماضيه جز يعني نقدر نقول جرس انذار ان هناك خونه، هناك جماعات ارهابيه، هناك من يفكر لافشال الدوله، وهناك من يدعي الوطنيه ويقف جنبك بالصلاه ولكن يريد ان يقتلك ويريد ان يجعل الدوله تعود الى الوراء. القطار قد انطلق ولن تعود الدوله الى الوراء، ولكن بالعمل وبالجهود المخلصه وبالخطاب الديني المستنير وبالثقافه وبالعلوم وبالموسيقى ستكون الدوله المصريه في تعداد الدول المتقدمه. غير كده اعتقد نحن امام ازمه كبيره جدا، لان التحدي كبير. والحروب التي تقود مصر هي حروب مستترة في تمويلات أجنبية وفي مخططات أجنبية. وأنا أعتقد أن عدد من الدول زي تركيا وقطر وإيران يفكرون كيف لا تنهض مصر، ولكن بإرادة المصريين وبالجهود المخلصة ستنهض الدولة المصرية، ولكن بالحب كما قلنا في 73 كلنا الله أكبر، بحب وانتماء وإخلاص على قلب رجل واحد. نحتاج أن نستعيد روح أكتوبر، الكلمة التي نقرأها كثيرا ولكن لا نفعلها. طيب الحقيقة يعني كان بيستوقفني موضوع السوشيال ميديا والشير. عايزين نمنعه أستاذ عادل السوشيال ميديا ده؟ ما هو ده في الصين أعتقد ممنوع. عملوا حاجة لا انترنت، حاجة داخلية. أنت لو منعوها تعرف تعيش؟ مش قضية يعني، بس هي فكرة إنه الشاب من دول بيشير على طول من غير ما يفكر. صحيح. يا ترى البوست اللي أنت هتشيره ده ضد البلد ولا هيفيد البلد؟ ولا المعلومة دي مغلوطة ولا ممكن تكون صحيحة؟ ما هو ما عندوش العقل اللي يميز. طب لو قلت لحضرتك خلينا نشتغل على العقل، يعني خلينا ما نغيرش أشخاص، نغير أفكار. هو احنا ليه في المنتخب المصري كل شوية بنغير مدرب؟ خلينا نغير منهج وفكر. خلينا أما بنروح بنسافر دولة زي الإمارات والسعودية، حد يستطيع أن يتجاوز السرعة؟ لا طبعا. حد يستطيع أن هو يتحرش بحد؟ إيه اللي هيحصل؟ تطبيق القانون. أنا أعتقد أن في حلين لهذه الأزمة بتاع السوشيال ميديا.
اولا لابد ان يكون هناك رقابه ذاتيه اسريه على كل الشباب. انت بتتكلم مصر بتعاني في المرحله دي من مخدرات بنسبه كبيره، بتتكلم على بطاله، بتتكلم على اميه، بتتكلم على افكار متطرفه عن طريق البرامج المجانيه، الكوابيس الالكترونيه اللي معانا الواتساب والفيسبوك وتويتر، بتتكلم على قنوات. انا عايزك تبص على القنوات بتعمل فيديوهات ازاي، القنوات المأجورة اللي هي موجودة في قطر وتركيا تبرك. ومعمولة بأعلى إيه؟ أعلى تقنية مصروف. طبعا انت محتاج تعمل غسيل مخ للشباب. انا عايز تاني معهد إعداد القادة يعمل دورات. انا محتاج قافلة تروح تنزل القرى والنجوع تتكلم على الحب، تتكلم على الانتماء، تتكلم على الإيثار، تتكلم تجيب شخصية محبوبة في المجال الديني، شخصية محبوبة في المجال. احنا في مصر بنحب حاجتين، بنحب الكورة صح ولا لا؟ في حد فينا بيكره الخطيب؟ لا طبعا. في حد فينا بيكره حسن شحاتة؟ في حد فينا بيكره شطة؟ لا خلاف عليها. أنا نفسي الناس دي تنزل بقى، تنزل الكرة. أولا بدل ما نترك قصور الثقافة ما تشتغلش. أنا زمان حقيقة كنت أفتكر إن في كل فترة كده كان قصر الثقافة هذا من المرحلة ما لقيني الموسيقى وملاقيه بيسم وديه معهد فنون ووديه مصر. أنا عارف الظروف الاقتصادية صعبة جدا، ولكن قبل يا أستاذ عادل ما تمنع انت العب لي في دماغي وقول لي المعلومة دي غلط وقول لي المعلومة دي صح، والمدرس ما يروحش يلتزم ال 45 دقيقة بتاع الحصة. أنا أيامي كانت الحصة 45 دقيقة إذا ما زالت ولا أنا عايز يقول نص ساعة وربع ساعة يحكي لنا حكايات. والله العظيم أنا حتى هذه اللحظة فاكر الأستاذ رضا بتاع المدرسة الإعدادية، مدرسة بهرمس الإعدادية المشتركة، بعد ما خلص قال لنا سورة يوسف في قصة خمس دقايق. قال لك ده واحد كان عنده 10 إخوات ورأى رؤية: يا أبتي إني رأيت 11 إيه كوكبا والشمس والقمر يسجدان. أنا فاكرها، كان عندي 8 سنين 10 سنين مش فاكر. ثابتة في دماغي. ثابتة في دماغي. قالها لي بطريقة مشوقة، والراجل ده أصله كان جميل، وما لا تدخله من أبواب واحدة، خشوا من أبواب متفرقة. علمت لأنها طلع بحب وطلع من واحد أنا بحبه، مش واحد قاعد بيقلب الحصة عشان أروح. المدرس اللي بياخد 50 جنيه وبيقلب الحصة، العيال الصغيرة بيبص له ازاي؟ لكن يا أستاذ عادل قبل ما تقول لي عيب وغلط وامنع، أنت خلي العيل الصغير ده عشان أخطر مرحلة. الإخوان المسلمين بيلعبوا على فكرة الأطفال الصغيرين، من المرحلة الابتدائي للإعدادي مرحلة خطيرة جدا. هو أصلاً أوريدي بعد الإعدادية هيجي لك، هيبقى مخلص. إحنا محتاجين توعية، محتاجين نراجع نفسنا، نهتم بالمعلم، محتاجين نهتم بالناس اللي بتدي في الزوايا وفي الكرة بالذات، السموم اللي بتتقال، بعض السموم اللي بتتقال بين الكلام. وسائل الإعلام ما نجيبش الناس الفشلة، نجيب الناس القوية، الناس الوطنية، نبص للناس اللي عندها مصداقية، ما نجيبش الناس النصابين بالألقاب، الأستاذ الدكتور ولا السفير ولا البتاع. يعني أنا بشوف حاجات لازم يبقى السي في بتاعه مشرف، لازم يبقى عنده نجاحات، لازم يبقى واحد فعلا بحب بلده. اعتقد اما بنشوف عمرو دياب ولا هاني شاكر، كم حد تاثر بهؤلاء الفنانين؟ كتير. عايزين دول يبقى لهم دور في بناء الوطن، عايزين كل شريطين او كل 20 اغنيه في اغنيتين وطنيتين. انا زعلان قوي على عدم وجود اغنيه وطنيه، انا زعلان قوي ان مفيش سير ذاتيه. ليه ما تعملناش فيلم مثلا دلوقتي عن احمد منسي؟ ليه ما تعملناش فيلم دلوقتي عن ابانوب؟ ليه ما تعملش فيلم دلوقتي عن فلان؟ النماذج التي ضحت، النماذج التي تركت مصر من أجل الآخرين، الناس الحقيقة اللي بتبيع جلدها ونفسها وبتبيع أهلها عشان الوطن. الوطن مش كلمة من 3 حروف، الوطن سلوك، الوطن تضحية، الوطن انتماء، الوطن إخلاص. الوطن هو أن أنا أخلي اللي قدامي الأفضل مني هو في المكان، لكن أظلم وأكذب وارتشي وأقول أنا مصري. يا ما ناس حافظة قرآن كريم وبتنفس آية وإنجيل نفس الكلام، ولكن الدين المعاملة. وكما قال الإمام محمد عبده: ذهبت إلى باريس وجدت إسلام بلا مسلمين، وفي بلدنا مسلمين بلا إسلام. صدقني التفعيل الأهم، التأثير أهم، القدرة على التغيير أهم، لكن شعارات وإحنا فل و7000 سنة أعتقد ده مشكلة كبيرة. طيب قبل ما أختم بس عايز رسالة من سيادتك للشباب، أنا قدامي دقيقتين وعايز رساله النهارده. اولا انا يعني اصغر ان انا اقول رساله. لا لا يعني العفو سيادتك، ممكن تقول رساله للشباب تنصحهم بيها.
النجاح سهل جدا لكن محتاج مجهود. خلينا نشوف فيلم النمر الأسود وكيف كان لمحمد الأسمر ده اللي هو رايح بيكنس، وأغنية شايلك في قلبي وفاكرك يا مصر. شايلك في قلبي وفاكرك يا مصر. الإنسان اللي بيجتهد إن لا نضيع أجر من أحسن عمله، كل شاب يستطيع أن يكون نمبر ون، كل واحد يبقى محمد صلاح. احنا شفنا محمد صلاح من نجريك، هو زعلان من مصر معلش، جه من نجريك كل يوم أبوه بيجيبه المقاولين العرب، فيروح نادي الزمالك يقوله لا احنا مش عايزينك، ما يجيلوش إحباط ويمشي، فيطلع اليونان ويبقى هو دلوقتي في الترتيب بتاع الفيفا امبارح 4 على مستوى العالم، وأهم رابع لاعب على مستوى العالم. الإرادة، لولا الإرادة ما كانش طه حسين عميد الأدب العربي، لولا الإرادة ما كانش محمود عباس العقاد، لولا الإرادة ما كانش عثمان أحمد عثمان أهم وزير تعمير وإسكان. كل شاب مصري يستطيع أن يكون نمبر ون بالعمل وبالاجتهاد وبالاعتماد على النفس ثم الثقة في الله عز وجل، لأن أكثر ما يفعله البشر هو تنفيذ إرادة الله. أشكركم في نهاية هذه الفقرة، أشكر أستاذ أيمن عدلي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. أيمن بيه شرفت نورت. شكرا جزيلا. أشكر أيضا الزميل العزيز معالي المستشار نشأت فايز. معالي المستشار نورتنا، شرفت بتواجدي معكم. أعزائي المشاهدين لسه مستمرين مع حضراتكم، فاصل قصير نتواصل بعد الفاصل.